السلام سيدي ورحمة الله وبركاته. عواشر مباركة مسعودة، باش ما تمنيتو إن شاء الله بالصحيحة والعافية، الله يدخلها علينا بالهنا والصحة وطول العمر إن شاء الله، الله يبارك فيك أسيدي. المهم بالنسبة للتمور هذا العام إن شاء الله كاين موجودة، الحمد لله، كاين ديالنا، كاين ما هو محلي وكاين ما هو مستورد. كاين المحلي أسيدي ها هو، كاين مجهول، كاين الفقوس، كاين مجهول رقيق، مجهول غليظ. والأثمنة كتراوح من بين 50 درهم حتى 120 درهم. الأثمنة كاين هذا هو 60 درهم، كاين هذا 40 درهم، هادو أنواع ديال المجهول في رقيق. كاين هي كاين هذا ب 120 درهم، كاين هذا ب 80 درهم، زعما الأنواع. كاين هذا ب 40 درهم، هذا سكري ديال السعودية، هذا ديال السعودية 40 درهم، هذا مستورد ديال الجزائر هو كيدير 40 درهم 45 درهم، هذا تونسي، هذا عراقي. زعما جميع الانواع كاينين ديال التمور، كاين ما هو محلي وكاين ما هو مستورد. كما هما في العواشر كتكثر هاد التمور المستورده بزاف، ماشي ايوا هذا هو اللي كاين. غالبا الاحيان كان التمور المستورده، لان هي الاثمنه ديالها طايحه شويه على المحليه. المحليه دابا في الكوس، حنا في الكوس كيدير 70 درهم ولا شي حاجه، كيستعصى شويه على الانسان باش ياخذو ب 70 درهم غير في الكوس رقيقه. وفي حين تمر شبيهه بالفكوس كدير 30 درهم ولا. اذا كيفضل الانسان ياخذ هذيك ديال 30 درهم على ديال 70 درهم. التمور المحليه منطقه وحده اللي مشهوره بالضبط وكيكون فيها الموسم ديال التمور هو ارفود، وانا ابن هذه المنطقه ديال ارفود. هذه كاينه زاكوره حتى هي، ماشي زعما مناطق ديال التمر، ولكن المنطقه اللي مشهوره هي ارفود، وفيها كيكون الموسم 17 اكتوبر. قلت لك ماشي، شوف راه كاين تاثير ديال الجفاف، راه كاين تاثير وتاثير كبير ديال الجفاف. ماشي التمر اللي كتوجد في ذاك الوقت ديالها واحد الشهر ولا شهرين كتكون طازه مازال موجوده، هي من فوق هذا الشهر هذا الشهرين كتقلال بزاف وكيرتفع السعر ديالها. واقبال الحمد لله راه كيكون، ماشي لان رمضان حتى اللي ما ضروري اي مائده خصو يكون فيها التمر، اي مائده خصو يكون فيها التمر. اذا لا اللي كياخذ حتى اللي ما عمرو تقدا التمر كيتقداه في رمضان. ايوا هذا هو اللي كاين، يجعلوا مبارك مسعود على الشعب المغربي قاطبة كاع، ماشي هذا هو اللي كاين. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم ديالي العشاشي محمد. بالنسبة للتمور والفواكه الجافة هذا العام، هذا التمور الحمد لله موجودة، يعني ما فيهاش فرق بينها وبين العام الأول، ولكن
كاينه واحد القضيه بالنسبه للجدار، هذا دايره الثمن في اي وقت وفي اي وقت. الجوده دائما دايره الثمن، واخا تيكون الخير موجود الجوده دايره الثمن. والتمور الاخرى كاينه المناسبه، كاينه المويان، كاينه الرقيقه، كاينه كلها على حسب وجهها. المهم على حسب السلعه كلها، على حسب الوجه ديالها. وهذا العام الحمد لله الخير موجود، موجود الخير الحمد لله. غير بنادم تيدير الهضره بوحدو صافي، هما راه الخير موجود 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 الحمد لله. الانواع كاين مثلا كاين المجهول الغليط، كاين مجهول مهيان، كاين الفكوس، كاين الخاش، كاين ديال العرش، ديال العرش كاين ديال السكري ديال السعوديه. لا وعلى حسب. وكاين عاوتاني هذا مجهول غليط فيها ديال 2 كيلو، كاين عاوتاني هذه ديال كيلو، ها هي دي حتى هي ثمن مزيان، واخا الجوده وثمن مزيان. بالنسبه لهذا العام هذا الحمد لله الخير موجود. وكاين هادو عاوتاني هادو ديال العرش، هادو ديال العرش. التمور اللي غاليه هي المجهول تيكون غليظ مويان، وغليظ تيكون غليظ ومزيان، هو اللي داير الثمن، هو داير الثمن المجهول الغليظ. مثلا هذا مجهول غليظ داير 120 درهم، هذا ملحق به داير 110 عندك هذا. وهذا الاخر هذا داير 80 درهم، هذا رقيق. هذا فكوس داير 80 درهم، فكوس غليظ كيتسمى فكوس غليظ داير 80 درهم الكيلو. وكاين عاوتاني هاد الانواع هادو من 40 درهم حتى لتحت، هما هادو 40 درهم حتى لتحت. فود كاين الرشيديه او فوس، هادو هما المناطق ديال التمر، او فوس الرشيديه ارفود الريصاني. هادو عاوتاني هادي ديال تونس، هادو ديال العرش، هادو ديال تونس. كاين هادي عاوتاني المنطقه ديال السعوديه تيقولها السكري. هادو هما المناطق اللي خاصين بالنسبه لهنا اللي عند من كنجيبوا التمر. المنطقه الاكثر ديال التمر الرشيديه، كلها العمله ديال الرشيديه، فيها اوفوس، فيها ارفود، فيها الرصاني، كتسمى العمله الرشيديه. كلهم هادو على حسب، كلهم هادو ديالهم التمر. ايوا الاقبال اكثر، الله يحسن العوان، الناس تابعه الوقت. الاقبال اكثر، اللي عنده الفلوس راه تيدي المجهول، واللي مويان راه تيدي مويان. بنادم تابع الوقت ديالو والحاله ديالو، هذا هو اللي كاين. التمر على حسب، احنا قلنا لك على حسب كل عام وكيف تيجي. عام تيجي كثير، عام مويان، عام هذا، ولكن الحمد لله هاد العامين هاد 3 سنين كله تيجي موجود. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.